يا اخي حس بيا بقى، حس بيا. عمري ما قصرت معاك في اي حاجه، وطول عمري بتمنى رضاك، لكن انت حجر صخر كل يوم بتدوس على كرامتي لحد ما خلتني زي الكلبه تجرها وراك زي ما انت عايز بدون ما تتكلم اي حاجه، لان مش من حقها تقدر تعمل فيها كل اللي انت عاوزه. انا اتحكم عليا بالذل عشان بنت مكسوره الجناح، وانت السيد تشخط وتنطر تأمر وتنهي، وانا اقول حاضر حاضر، مش مهم مشاعري ولا كرامتي، المهم انك راجل البيت، يبقى يولع كل اللي في البيت واولهم انا.